يعني من جديد برادلي ضغط عليه، خلصت، هربت، ضاعت، راحت، ليثبت المدرب أندرياتسولي أنه لن يكون مدرب روما العام القادم، لأن المواقف اللي زي دي بتتقاس. حتى لو فاز روما لن تكون هناك ثقة مستقبلا في مدرب كبير يقود فريق كبير في يوم صعب، فريقه في حالة غير طبيعية، عليه أن يتدخل ويكون أفضل مما هو عليه. لن نكون قاسيين على المدربين، لكن هذا هو الواقع، ودورنا كمعلقين ومتابعين أن ننقل الواقع كما يجب أن يكون للسادة المشاهدين. عملوها، خلصوها. إنهم حظ، الهمة أم الحظ، والاجتهاد أبوه، وأخيرا الفوز جابوه. نعم، شرب فيورنتينا من كأس روما ليشرب روما من كأس كييفو. وهكذا كرة القدم عرفناها، هكذا كرة القدم تعودناها، بينما المدرب أندرياتسولي غير مصدق، عليه أن يصدق، لأنها كرة القدم بكل أحكامها، بكل قوتها، بكل قسوتها. الهمة أم الحظ، والاجتهاد أبوه. لعيبة كييفو خلاص الانتصار جابوه. شوف الانطلاقة، شوف الكرة العرضية من الأفارقة، من كوفي إلى درامي إلى تيرو، يسجل تاسع أهدافه ويتقدم بأول أهداف اللقاء مع آخر دقائق اللقاء. الله على قسوة كرة القدم، والله على متعة كرة القدم، والله على من يمتلك الكرة ولا يسجل ويمتلك الأدوات.